سميتي اسماعيل شقيق، عمري 9 سنين، جديد في 2014 وبديت البروغراماسيون في 2017، وكان عندي في ذاك الوقت 3 سنين، ودابا عندي 9 سنين وتعلمت السي والسي بلس بلس والاش تي ام ال والسي اس اس والجي اس والبي اتش بي والماي اس كيو ال وإيديش. قايت في سكدامي وتعلمت من اليوتيوب اللعبة كتقدر تدخل في الويندوز ولا الماك ولا اللينكس ولا الاندرويد. 11000 واحد كيلعبها وخدمنا معايا 40 واحد من امريكان وبريطانيا و ايفري فاي عوني. انا كنت كنعاون زكريا وبادر فيها. ايفري فاي واحد الماكينه اللي تقدر ديرها في اي بلاصه باش تعرف واش ولدك تخليها، الى حتى ديك الكارطه يوصلك ميساج في تليفونك ملي راه دخل لهذيك البلاصه، والا ما دارش هذيك الكارطه يعرف ملي راه مغيب. بغيت انا بغيت نولي اركيتكت او سوفتوير انجينير. حيتاش انا جاتني الفكره ديال البروغراماسيون حيت لقيت بيسي قدامي وما لقيت ما ندير. شكرا بزاف للفضاء الامريكي والرئيس رئيس جهه الشرق بيوي. اليوم كنتواجدوا في المعرض الاقتصادي والاجتماعي والتضامني في الورشه الخاصه بالاختراعات ديال الشباب الفضاء الامريكي. بالنسبه للفضاء الامريكي، الفضاء الامريكي واحد الثمره ديال واحد الاتفاقيه اللي اندارت ما بين جامعه وجده وسفاره الولايات المتحده الامريكيه بتعريف بالثقافه المغربيه الامريكيه. بهذه المناسبه كنشكروا جهه الشرق على راسهم السيد رئيس جهه الشرق السي عبد المبيوي على المجهودات اللي قاموا بها في تسيير هذا السهر، على تسيير هذا المعرض على احسن ما يرام. اليوم كنشاركوا حنا بتلة من الشباب اللي متطوعين ومتدربين ديال الفضاء الامريكي في ورشه الخاصه بالاختراع. داروا واحد المدينه ذكيه وواحد الضيعه كذلك ذكيه، وكاين واحد الروبو اللي كيتحرك وكيتكلم، وكاين لا ماشين 3 دي اللي كيقدروا يخدموا بها مجموعه ديال الابتكارات. هاد هما الحوايج وجينا باش نعرفوا بالفضاء الامريكي، لان جميع الخدمات ديال الفضاء الامريكي اللي كيسديها للطلبه والتلاميذ والباحثين فهي بالمجان.